هيثم تحياتي ليك من جديد وتحياتي لكل مشاهدينا طبعا قناه الاهلي في كل مكان. بنبارك لنادي الشمس طبعا على هذه المباراه، فوز مميز زي ما قلنا طبعا. يمكن فريق الكاميروني او فاب الكاميروني من الفرق المميزه، وفرق الكاميرون من الحصان الاسود في البطولات الافريقيه. بنبارك من جديد، وبينضم لنا كمان الكابتن فرح رمزي احد نجمات الفريق. ببارك لك النهارده على الفوز. مباراه النهارده استعديتوا ليها ازاي وشفت المباراه النهارده ازاي؟ احنا استعدنا لها من الماتشين اللي فاتوا الحمد لله، والحمد لله النهارده كنا موفقين ومستعدين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتش يوم السبت. احنا عندنا بكره راحه وان شاء الله نكسب كده. احنا لحد دلوقتي احنا كده تاني المجموعه وكده ان شاء الله خير، ويا رب بس يحصل اي حاجه، مثلا كاميرون فاب الكاميروني يكسب مثلا بايب لاينز الكيني، وان شاء الله هنشوف بقى في الكلام. شوف الفرق الكاميرونيه ازاي، وخاصه فاب نقدر نقول مستواهم عالي مقارنه بالانابيب، ولا نقدر نقول الانابيب الكيني هو من اقوى الفرق المشاركه في البطوله؟ لا، هو فرقه قويه جدا الحمد لله. يعني كاميرون يعني احنا استعدنا لهم كويس جدا، فبس الحمد لله احنا كنا موفقين، فعشان كده ربنا كرمنا. قولي لي، هل في اصابات عندكم، اجهادات، انت داخلين البطوله بشكل سليم، كل الفرق سليمه، ولا عندكم بعض الاجهادات الفتره دي؟ لا، احنا ما فيش اجهادات، بس احنا كان عندنا كذا لعيبه مصابه. احنا عندنا 2 صليبي قبل ما نخش البطوله، وعندنا دي مش موجود. احنا نص الفرقه مش موجوده، فبس احنا الحمد لله مترابطين جدا، وده اللي مخلينا موفقين الحمد لله. لو بتكلم معاك على كابتن هيثم والجهاز الفني، تركيزه معاكم بشكل كبير على ايه قبل المباراه؟ بيتكلم معاكم ازاي؟ ابرز التعليمات من وجهه نظره ايه؟ ابرز التعليمات ان احنا نكون ايد واحده، وان احنا فريق، وان احنا نشجع بعض. اللي خسرت نقطه ما هياش خسرت، ان احنا نشجع بعض، نمسك بعض، نشيل بعض، وهو ده المكسب بتاعنا. يعني ما فيش حد عندنا مميز قوي، كلنا مميزين لان احنا كلنا واحد يعني الحمد لله. ميرسي جدا. مستمرين معاك يا كابتن هيثم طبعا، وبنبارك من جديد لنادي الشمس على الفوز المميز. زي ما بنقول مباراه مهمه ومباراه قويه، وبرحب بيك في البدايه ومبروك النهارده الفوز بالنسبه لكم. شايف المباراه النهارده ازاي؟ استعديتوا للمباراه ازاي؟ والتعليمات الفنيه للكابتن هيثم كانت لكم ايه؟ الله يبارك في حضرتك. احنا استعدينا للبطوله دي، عسكرنا يعني اتمرنا اسبوع بالظبط صبح وبالليل، بنتجهز من زمان للبطوله دي. ركزنا النهارده كويس على الفرقه واستعدنا لها. الكابتن قعد يتكلم معانا قبل الماتش. كل الحمد لله، يعني ربنا النهارده كنا موفقين وكلنا كنا كويسين. الماتش الاول بتاع الانابيب هو ربنا ما وفقناش فيه، ما كناش كلنا يعني موفقين، بس الحمد لله هنخش دور الثمانيه، هنلاعب فرقه المفروض يعني البطل بتاع السنه اللي فاتت كارتاج، بس ان شاء الله ربنا يقدرنا ونكسبه ان شاء الله. قولي لي، مستوى البطوله يوم عن يوم بيتقدم، شايفه المستوى الفني بالنسبه للفرق المشاركه والعدد الكبير ده، هل ده بيزيدكم خبره وبيزيدكم احتكاك كبير الفتره اللي جايه ولا لا؟ احنا دي اول مره تقريبا يشارك فيها فرق كثيره جدا، 19 فرقه مشاركه. الفرق طبعا افريقيه كلها، مستوى الافريقي جسمانيا وكل حاجه اقوى مننا، بس احنا بخبرتنا في كل حاجه، مهاراتنا وكل حاجه بتساعدنا ان احنا نأدي بشكل كويس. بتشوف ازاي اقامه البطوله هنا في النادي الاهلي، التنظيم، الصاله المغطاه، الحضور الجماهيري، بتشوفيه ازاي؟ لان اكيد انتوا عارفين بعض كنادي الاهلي ونادي الشمس، وعارفين طبعا النادي الاهلي قدير او قادر ان هو ينظم اكتر من بطوله كمان. النادي الاهلي عامل مجهود عالي جدا بجد، والتنظيم منظم جدا. كلنا فرحانين البطوله هنا، والحمد لله يعني حاجه كويسه، حاجه مشرفه لمصر. الله يبارك فيك. صابرين معاك يا كابتن هيثم، ومضمننا كمان الكابتن نهال جمال احد نجمات الفريق. كابتن نهال، مبروك النهارده الفوز، ويمكن مباريات بتتقدم مستوى الفني مباراه عن مباراه. بتشوف النهارده المباراه ازاي واستعديتوا ازاي للمباراه؟ الله يبارك في حضرتك. اولا سعيده جدا بمكسب النهارده وباداء الفرقه اللي هو بيتحسن فعلا من يوم للتاني. ده اللي احنا قلناه قبل كده، ان احنا اول ماتش اتخطفنا، يمكن لو كان ماتش البايب لاين ده جاي متاخر شويه كان يمكن النتيجه اختلفت، بس الحمد لله ان شاء الله انا عندي ثقه في الفرقه وفي نفسي ان احنا نقدر نعوض ده في الماتشات اللي جايه كلها ان شاء الله. فاب الكاميروني زي ما بناكد عليه يمكن فرق الكويسه او مستواها المتوسط. كابتن هيثم بيتكلم معاكم ازاي قبل المباراه دي، وازاي اهلكم ان انتوا تكسبوا 3-0 على ما اعتقد البطوله بالنسبه للمباراه بالنسبه لكم؟ هو فاب الكاميروني فريق محترم جدا، من اقوى الفرق الكاميرونيه، يعني الفرق المشاركه الثانيه من الكاميرون مش بنفس المستوى. جهزنا ازاي؟ كابتن طبعا عمل سكاوتنج على الفرقه الثانيه في ماتش امبارح، ودرس الفرقه كويس قوي، وطبعا قعد يتكلم معانا على السكاوتنج اللي حصل امبارح، وذاكرنا كويس قوي قبل ما نخش الماتش الحمد لله. اختلاف دور الثمانيه من بالنسبه لكم ازاي؟ شايفه الاختلاف؟ يمكن المباراه زي ما بنقول مستواها بيتقدم بعد المباراه، دور الثمانيه ده بيمثل لك ايه ومستعدين ليه ازاي؟ وازاي مركزين والدوافع عندكم عباره عن ايه؟ هو احنا مركزين ماتش بماتش، ومش عايزين
لان حصل فينا قبل كده ان احنا استسهلنا ماتش فضاع مننا، فمش عايزين نعمل كده تاني، فماشيين الاول ماتش اخر ماتش في المجموعه اللي هو جاي، بعد كده هنشوف ازاي كارتاج ان شاء الله ان احنا نعمل عليها سكاوتنج كويس قوي ونذاكر كويس قوي مع مستوى الفرقه اللي بيتقدم. اعتقد النتيجه ممكن تكون لصالحنا ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم، بيضمننا كمان الكابتن هاني خالد احد النجمات النهارده. مبارك لك على الفوز وعلى المباراه، وقولي لي استعديتوا ازاي الاول للمباراه وشايفه فريق فاب الكاميروني مستواه الفني ازاي؟ احنا طبعا كنا كل الاسبوع طول الاسبوع بنتمرن تمرينتين في اليوم صبح وبالليل. احنا في ظروف ان احنا مش معسكرين، بس احنا تخطينا الظروف دي والحمد لله، بنلعب بمستوانا وما فيش اي حاجه مأثره علينا الحمد لله. شوفي التنظيم ازاي للنادي الاهلي، ده اللي يمكن بنسال عليه على طول. النادي الاهلي بينظم البطوله دي، بتشوفيها ازاي مع العدد الكبير والوفره ال 19 فريق على ما اعتقد مشارك في البطوله دي؟ هو الحمد لله يعني هو منظمها حلوه قوي الحمد لله، والحمد لله يعني كل حاجه. قولي لي كابتن عيسى مركز معاكم ازاي وبتعليماته ليكوا ايه قبل الايفنتات او قبل المباريات؟ ازاي بيقول التعليمات وانتم بتستقبلوا التعليمات ازاي؟ طبعا احنا بنعمل سكاوتينج على الفرقه قبل ما ندخل كل ماتش، وكابتن هيثم وكل المدرب معانا بيقولوا لنا نلعب ازاي، نقاط ضعف عندهم ازاي، واحنا بنعمل كده فعلا في الملعب وبننفذ كل كلام الكباتن، فالحمد لله وبنكسب الحمد لله. طموحاتكم ايه يعني مع الفريق النادي الشمس؟ وطموحاتكم ايه عايزين تحققوا ايه في البطوله دي ان شاء الله؟ طبعا احنا عايزين نكسب كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله، ونكسب الماتش اللي دخلنا ان شاء الله المربع ده مهم جدا، وان شاء الله نبقى قدها. الله يبارك في حضرتك. اكيد بنبارك من جديد لنادي الشمس، مباراه مميزه وكالعاده طبعا اكيد بينضم لنا الكابتن هيثم رشدي طبعا رشاد المدير الفني لفريق نادي الشمس. ببارك لك يا كابتن هيثم النهارده على الفوز وعلى المباراه. مستوى الفني الفريق فاب الكاميروني ازاي قريته، ازاي عملت سكاوتنج كويس عليه ان انت تنزل تقدر النهارده تحقق 3-0 النادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرقه دي من الفرق الثقيله على مستوى الافريقي، دايما بتخش دور الثمانيه وبتحقق مركز من 5 لـ 8، فكنا عاملين حساب الماتش ده جدا لان احنا فقدنا الفرصه ان احنا نبقى اول مجموعه بحساباتنا طبعا، فبنحاول على الاقل ما نفقدش تاني مجموعه عشان نوصل لدور الثمانيه. فكان الماتش النهارده حساس جدا وماتش على مستوى كبير من الاثاره، فطبعا شفنا التحليل بتاعهم كانوا عاملين شويه حاجات طبعا مغيرين في الفرقه، بس الحمد لله في وسط الماتش المحلل بتاعنا واحنا كنا شغالين بنشوف نقط الضعف فين، سواء في الارسال او سواء في الضرب، وقدرنا الحمد لله نركب الماتش من اوله. كان اول شوط شويه عصب، هم كان عندهم حماس طبعا لان يهمهم الماتش وعارفين بيلعبوا على الماتش ده مهم على المركز الثاني، لكن الحمد لله ركبناه بدليل في الاخر. اخر شوط كان الشوط الثاني والثالث كان في فرق في النقاط، وده المستوى الحقيقي بتاعنا 90% حاطين رجلينا كده في الدور الثمانيه، ناقص ماتش واحد. مفيش حاجه سهله او صعبه يعني، لازم طبعا نكسب عشان نضمن ان شاء الله. لو باخد رؤيتك الفنيه كابتن هيثم، اقوى الفرق المشاركه نقدر نقول قرطاج ولا انابيب الكيني، ولا نقدر نقول في حصان اسود كمان ممكن يطلع في البطوله دي؟ لغايه دلوقتي انا ما تابعتش الفرق كلها، بس هو قرطاج مصنف لان هو اول بطوله، اعداده على مستوى عالي، معاه سبونسرز بيصرفوا عليه معسكرات في ايطاليا، مدربين على مستوى عالي، محللين، حتى الامكانيات الماديه، حتى لو انت ما عندكش لعيبه تقدر تجيب لك لعيب، فهو والاهلي مرشحين. واحنا المشكله طبعا الاساسيه بالنسبه لنا ان احنا ممكن نقابله في دور الثمانيه، طبعا لسه ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس بنسبه 90% نقابله في دور الثمانيه، فهيبقى ماتش صعب جدا 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 يعني. مباراتك القادمه امتى؟ هل بكره؟ انا عارف بكره عندكم راحه، ثم بعد كده المباراه، هتستعد ليها ازاي وازاي تقدر نعمل ريكفري للعيبه تجنبا للاجاده يا كابتن؟ بكره ان شاء الله تمرين على مرحله واحده، وبعد بكره زي ما احنا طبعا تمرين بكره ده هيبقى فيه استرشات كتيره، لان طبعا مجاهدين تمرين صبح وماتش بالليل، وبقالهم فتره كانوا معسكرين، نسبه اجهاد ده غير الشد العصبي اللي هم فيه، فلازم بكره يبقى فيه ريكفري كويس عشان بعد بكره يبقى بيلعبوا وهم مرتاحين، لان خلاص هو بقى يومين وتبدا في الجد، الماتشات كلها هتبقى صعبه، مفيش ماتشات هتبقى سهله. الله يخليك، شكرا شكرا. مبارك من جديد للكابتن هيثم رشاد المدير الفني لفريق نادي الشمس وكل لاعبات نادي الشمس على هذه المباراه المميزه. زي ما بنقول نادي الشمس كان عنده بعض الاصابات وعنده بعض الامور الخاصه خلال الفتره الماضيه، عدم طبعا وجود معسكر ده ليه تاثير شويه، لكن بيأدوا اداء رائع الحقيقه، لابد طبعا ان احنا نوجه لهم كل التحيه والتقدير على هذا الاداء. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتغطيه خاصه للبطوله الافريقيه سيدات رقم 29.